قبل داعش كانت حياتي، كنت أشتغل على غاطة. وقت جد داعش يعني تغير فيني كل شيء، يعني البطرون ملاحقين عليه، الدغن ملاحقين عليه، الدخان ممنوع، يعني ما خلى حدا بحدا، النسوان يأذون، يشوفك ماشي مع مرة بدها محرم، يعني حياة صارت صعبة حيل. حبيت هالشغلة. أنا أول ما فت عليها ما حبيتها، بعدين صرت حبيت، يعني شفت المدنية تذبح، يعني قمت أنقذ أطفال وأنقذ أرواح كثير من الألغام. يعني تقريبا يعني اليوم صارنا من أول تحرير محافظة الرقة، إحنا بالرقة نشتغل بالرقة، يعني تقريبا يعني حوالي تقريبا شيء 3000 4000 لغم. يعني أول ما صرت بقول أمن الداخلي، أنا يعني شفت كثير أرواح صوبت بالألغام، يعني حتى وقت أحيانا نفوت النظف للبيت، يعني المدنية والعساكر يعني بيدعونا، يعني